السلام عليكم، وياكم سجاد عبد العزيز، طالب كلية الطب جامعة النهرين. هاي محاضرتنا الرابعة من محاضراتنا بالثوراكس أناتومي. اليوم راح ناخذ البلورا، راح نتعرف على البلورا. قبل لا ندخل بالبلورا، خلي أذكركم بالثوراسيك كافيتي. تتذكرون ثاني سلايد بالمحاضرة الأولى قلت لكم إنه الثوراكس مالتنا يتقسم إلى عنصرين أساسيين اللي هم الثوراسيك وول، الثوراسيك كافيتي. الثوراسيك وول خلصناه بالثلاث محاضرات السابقة، أخذنا العظام كلهن، أخذنا الثوراسيك كيج، أخذنا المسلز، أخذنا الفيسلز، أخذنا النيرفز، أخذنا الليمفاتيكس، حتى البريست أخذناها المحاضرة الثالثة. فتقريبا كل شيء عن الثوراسيك وول أخذناها بالمحاضرات الثلاثة الأولى. اليوم راح ندخل جوه، راح ندخل جوه الثوراسيك وول. أكو داخل الثوراسيك وول كافيتي، كافيتي اسمه ثوراسيك كافيتي. اوكي الثوراسيك كافيتي مالتي كبير نوعا ما، فاقسمه على مود اقدر ادرس التشريح مالته، اسهل الدراسه مالته، فلذلك راح اقسمه الى 3 ميجر كومبارتمنت. اوكي، اذا ذا ثوراسيك كافيتي از ديفايدد انتو 3 ميجر كومبارتمنت. باو، هذا هو منا لهنا، باو هذا كله تقريبا، هذا كله هو الثوراسيك كافيتي. اوكي، اني الثوراسيك كافيتي ايش عندي اكو بيه؟ شنو هي الشغلات اللي قاعده بالثوراسيك كافيتي؟ الرئه اليمنى واليسرى والقلب، واكو بعد شغلات ثانيه. باعوا، المكان اللي قاعده بيه الرئه اليسرى، الرئه اليمنى، اوكي، والمكان اللي قاعده بيه الرئه اليسرى شنو اسميهم؟ اسميهم رايت اذا بالجهه الرايت، وليف اذا بجهه الليفت، بولموناري كافيتي. بولموناري، دائما كلمه بولموناري لها علاقه بالرئه، يعني تنفسي او رئوي، تمام؟ فهذا السبيس او هذا المكان اللي قاعده به الرئه اليمنى اسميه رايت بولموناري سبيس او رايت بولموناري كافيتي. اوكي، هذا المكان هنا اللي قاعده به الرئه اليسرى اسميه ليفت بولموناري كافيتي. اوكي اذا صار عندي سبيسين هسه، احنا قلنا ثلاث سبيسز. هذا المكان اللي راح يبقى بالنص بين الرئه اليمنى والرئه اليسرى شنو اسميه؟ اسميه ميدياستاينم. ميدياستاينم يعني شيء صاير بين شغلتين، هي هاي الكلمه ميدياستاينم هيك معناها بالانجليزي، يعني شغله صايره بين شغلتين او باللاتيني، تمام؟ يسموها ميدياستاينم. خلينا نجي نقرا، يقول لي The thoracic cavity is divided into 3 major compartments. Right and left pulmonary cavities. اوكي، اللي قلنا عليهم تقعد بيهم الرئه اليمنى واليسرى. الميدياستاينم اللي هو central compartment، صاير بالسنتر بين اليمنى واليسرى. اوكي، زين هاي السبيس اللي الثلاثه شنو اكو بيهن؟ يقول لي كل pulmonary cavity مملوءه occupied by شغلتين، اللانج الرئه، واكو فد شيء يحيط بالرئه، غشاء يسمونه بلورا اللي هو اليوم راح ناخذه. فاذا كل بولمونري كافيتي موجود به رئه والغشاء اللي يحيط بالرئه اللي هو البلورا او غشاء الجنب كنا نسميه بالعربي. اوكي، اما الميدياستاينم او السنترال كومبارتمنت اللي هو صاير بين الرئه اليمنى والرئه اليسرى او بين الرايت والليفت بولمونري كافيتيز، هذا شنو اكو به؟ هذا اكو به كل الشغلات هواي. هذا الميدياستاينم راح ناخذ عليه محاضرتين بنهاية الثوراكس. اكو بيه شغلات كلش هواية، بيه هارت القلب، والغشاء اللي يحيط بالهارت اسمه بيريكارديوم، واكو التركيا اللي هي القصب الهوائية، الاسوفيغاس اللي هي المريء ايضا موجود هنا، الجريد فيزلز مثل الايورت الشليان الابهر والوريد الاجوفي الاعلى، السوبر فينا كافا والانفيرير فينا كافا، وغير شغلات بعد، عندي اعصاب وعندي لنف نوتس وعندي غير شغلات بعد. هسه هذا مو موضوعنا، احنا موضوعنا علي من راح نجي اليوم، راح نجي على البلورا، راح ندرس البلورا. بس هسه كون فهمتوا شنو؟ كون فهمتوا الثوراسيك كافيتي شلون صاير وشلون متقسم وشلون الترتيب مالته. رايت وليفت بولمونري كافيتيز قاعده بيهم اللانج والبلورا مالتها، الغشاء اللي تحيط باللانج، وبالنص عندي ميدياستاينم. اوكي، هسه اليوم احنا راح ندرس فقط البلورا، اليوم راح ناخذ فقط البلورا. باكر او المحاضرة الجاية، يعني المحاضرة الخامسة، راح ناخذ اللانج. اوكي، راح ناخذ اللانج. اوكي، اذا هي شنو البلورا؟ باو، انا اللانج مالتي من قاعدة بالمكان مالتها او بالسبيس مالتها، ما قاعدة وحدها، مغطاة بالبلورا. البلورا هي شنو؟ البلورا هي عبارة عن نفاخة،
حرفيا هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن نفاخة. وجاي اللانج هسه هاي ايد، مو لانج بس اعتبروها لانج، هاي الايد اعتبروها لانج. اللانج اجت وطعجت هاي النفاخة، طعجت مثل ما هذا الايد هسه طعج هاي النفاخة. اللانج تطعج البلورة. البلورة هي شنو هي؟ من نجي على تعريف البلورة، هي عبارة عن ساك، يعني تشيس او البالونة نفاخة، تمام؟ زين، باعوا هنا باعوا هسه حتى ندرسها بعد. هذا هسه هذا اللي انا حددته، هاي هي البلورة، وهذا اللانج طاعج البلورة اللي جوه. اوكي، انت هسه هنا ايدك من طعجة النفاخة، اكو طبقة من النفاخة باعوا، اكو طبقة من النفاخة حتبقى برا هيك، لي برا تبقى، واكو طبقة من النفاخة تبقى بالتماس ويا ايدك، يجي طاخة ايدك طخ، واكو سبيس يبقى بين هذين طبقتين اللي هو الكافيتي مات البالونة نفسها. فهذني شنو اسميهن؟ البلورة نفس الشيء، هسه البلورة نفاخة واللانج طعجت هاي النفاخة، اكو جزء من هذا راح يبقى برا، جزء من هاي النفاخة او من الجدار مال النفاخة حيبقى برا، برا يصير جدار اسميه بارايتال، بارايتال يعني جداري، بارايتال بلورة. اوكي، شوفوا هذا البارايتال بلورة. زين، اما هذا الجزء اللي يصير بالتماس ويا اللانج، هسه هاي اللانج هنا، هذا الجزء صار بالتماس، صار كونتاكت دي يطخ اللانج. هذا اللانج هي شنو؟ اللانج هي احشاء، احشاء يعني فيزرة. فهاي الطبقة من البلورة طاخ اللانج، يعني طاخ فيزرة، فاسميها فيزرال بلورة. شنو اسميها؟ فيزرال بلورة. هذا الكافيتي اللي يبقى هنا بالنص بين الفيزرال والبارايتال بلورة اللي هو الكافيتي مع البالونة نفسها، لأن اللانج من طعجة البالونة ما طبت بنص البالونة، هي مجرد طعجتها من برا، تمام؟ هذا الكافيتي أسميه بلورال كافيتي. فباعوا، يقول لي إنه البلورة هي عبارة عن سرس ساك، تمام؟ يعني كيس سرس، تمام؟ زين، البلورة مالتي تتكون من two continuous layers أو ممبرين اللي قلنا عليهم الفيزرال والبارايتال، هم continuous، هم ماكو شي يفصلهم. باعوا، يعني هسه هاي هنا، هاي هنا الفيزرال، بس هنا بهاي المنطقة هي مستمرة ويا البارايتال، كذلك من هاي الفيزرال مستمرة ويا البارايتال، وهاي البارايتال مستمرة ويا روحها، فهم two continuous، هم غشائن بس مستمرات ويا بعضهن. وحدة اسمها visceral pleura اللي هي تغطي لي كل السيرفيسس مالت اللانج، يعني هي صار كونتاكت ويا اللانج، هي على اللانج مباشرة. واكو parietal pleura اللي هي شو تسوي لي؟ راح تبطل لي البولمونري كافيتي، الفراغ اللي قاعدة بيه اللانج، هي صايرة بطانة إلي، تمام؟ او نقدر نقول انه هي تبطل لي غشاء، تبطل لي جدار الصدر. باعوا هذا الاسود هسه هنا، باعوا هسه هذا ده يبطل لي جدار الصدر، هذا الفقرات عفوا الاضلاع والمسلز اللي بيناتهم. زين، ده يقول لي البوتنشال سبيس اللي صاير بين اللايرز مالت البلورا اسميه بلورال كافيتي اللي هو هذا هنا بالضبط. هنا اللانج طاجه كلش لاخير، يعني هاي هو هاي، هاي هي البارايتال بلورا، باعوا هاي كلها لهنا، خلي اغير اللون، هاي الفيزرال بلورا، وهذا الفراغ هنا اللي داشرة بالأحمر هذا هو الشنو؟ البلورال كافيتي. فهمناها؟ فهمناها. هنا راح أشرح لك بعد شلون تفتهم أكثر. دي يقول لي to visualize على مود نفتهم الريليشنشيب أو العلاقة بين البلورا واللانج، يقول لك جيب بالون واطعجه بالفست مالتك، يعني بالقبضة مالتك أو بالبوكس مالتك مثل ما صاير هنا بالصورة. أوكي؟ يقول لي جيب بالونه وطعجه بالبوكس مالتك، ايش راح يصير؟ يقول لي الانر بارت مالت البالون وول، الجزء الداخلي من البالون وول اللي هو هذا هنا، يقول لي هذا اللي هو يكون قريب على اليور فيست، قريب على القبضه مالتك، طاخه القبضه مالتك، القبضه مالتك تمثل اللانج هنا. يقول لي هاي الانر بارت اوف ذا بالون وول هي كومبارابل للفيزرال بلورا، هي نفسها تشبه الفيزرال بلورا بهاي الحالة. الريمينينج اوتر وول مال بالون اللي هو هذا الخارجي حيمثل لي البارايتال بلورا.
الكافيتي بين اللايرز مالت البالون حيشبه لي منو او حيقابل لي البلورال كافيتي هاي هنا. زين اكو شغله هنا بابو اللانج العفو اللانج هنا اكو بيها فتحه او العفو البلورا يبقى بيها فتحه هي نفس هاي الفتحه هي المكان اللي اللانج طعج قام يطعج هاي الفتحه هنا البلورا ما تغطيها لان اللانج لازم تبقى بكوميونيكيشن ويا شغلات صايره برا مثلا اللانج لازم يجيها شرايين ولازم تطلع من عندها اورده ولازم تطب لها القصب الهوائيه على مود تغذيها بالهواء على مود يطب الهواء لللانج تمام زين فاكو هنا مكان او فتحه يسمونه شنو هاي الفتحه هنا او هذا المكان يسمونه هايلم اوف ذا لانج هايلم نقدر نعتبره الباب يعني الباب مالت اللانج باعوا يسمونه هايلم اوف ذا لانج الهايلم اوف ذا لانج هو مكان دخول الروت اوف ذا لانج الروت اوف ذا لانج هي هاي الشغلات اللي قلتها الشريان مثلا الشريان يطب الفين يطلع التركيا او الفروع مالت التركيا هسه هاي التركيا هاي تركيا قصبة هوائية هاي تركيا هذني التركيا توصل للمكان تتقسم إلى right and left bronchi أو bronchus يعني قصيبة مو قصبة هوائية قصيبة تمام فهاي القصبة أو القصيبة العفو راح تطب باللانج الشريان يطب الوريد يطلع أكو أعصاب الطب أكو lymphatic vessel تطلع هاي الشغلات كلها اللي دا تطب وتطلع هي اسمها هاي الشغلات نفسها اسمها root of lung مكان دخولها لللانج اسمه hilum of the lung اوكي زين ده يقول لي يم الرست مالتك هنا هسه بهاي الحاله بحاله البالون على مود نشبه يم الرست مالتك هنا هذا الرست مالتك يمثل منطقه الهايلم او هو الرست مالتك يمثل الروت اوف ذا لانج تمام يعني الرست مالتك منا من طاب يمثل الروت اوف ذا لانج تمام تمام هسا عفوها مال inner and outer wall of the balloon are continuous اكيد بان هم continuous هنا وهنا هم continuous مثل ما انه الفيزر والبارايتال continuous على مود تكون لي البلورال ساك زين هنا دا يقول لي نوت لاحظ انه اللانج صايره خارج البلورال ساك يعني هي ما صايره داخلها يعني ما صايره ضمن الكافيتي لا مجرد هي محاطه بهذا الشيس مثل ما هسه ايدك ما طبت بنص البالون بس انحاطت بالبالون نفسها اللانج هنا ما صايره جوا البلورال كافيتي ما طابه جوا البلورال كافيتي وانما هي محاطه بالبلورال كافيتي اذا يقول لي the lung is outside of but surrounded by the pleural sac مثل ما انه your fist surrounded by but outside the balloon مثل ما انه ايدك هنا هي محاطه بالبالون وهي ما صايره جوا البالون اوكي okay. هسه نجي على الفيزر البلورا وعلى البارايتال بلورا وعلى الكافيتي ناخذهم بشكل تفصيلي اول شيء الفيزرال بلورا الفيزرال بلورا يا هي هو الجزء اللي يغطي اللانج تمام اللي يكون بالتماس ويا اللانج طبعا اللانج باعوا هسه هنا هاي الصوره اللانج اكو بي شقوق يسموها فيشر ترانسفيرز فيشر اوبليك فيشر ناخذهم بالمحاضره الجايه من ندرس اللانج يقول لي ان الفيزرال بلورا يغطي اللانج ويغطي لحتى الشقوق يعني يدخل حتى بالشقوق جوه همين يغطي فايش دا يقول لي دا يقول لي the visceral pleura covers the lung يغطي اللانج ويكون adherent يعني adherent يعني شنو adherent to all its surfaces يعني يكون لازق بكل السيرفيسز مالته بحيث حتى السيرفيسز اللي يكونون داخل الشقوق هاي داخل الهوريزونتال وال الـ oblique fissures اوكي اوكي زين يقول لي ان كدفر dissection يعني اذا انا عندي جثة وجيت اسوي لها dissection يعني اشرحها تمام يقول لي الفيزرال بلورا ما اقدر اوخرها من اللانج يعني اذا دا اشرح جثة وفتحت الثوراسيك وول وصرت لللانج الفيزرال بلورا هي لازقة على اللانج بحيث ما اقدر اوخرها the visceral pleura cannot usually be dissected from the surface of the lung زين مثل ما قلنا انه الفيزرال بلورا هي كونتينوس ويا البارايتال بلورا بمنطقه الهايلم منطقه الهايلم وير ذا روت اوف ذا لانج انتر اند ليف ذا لانج يعني الهايلم هو المكان اللي مثل ما شرحنا هنا بده يقول لي هنا انه الفيزرال بلورا
راح تستمر ويا البارايتال بلورا بمنطقة الهايلم. منطقة الهايلم هي المنطقة اللي تدخل وتخرج من عندها الروت اوف ذا لانج اللي هي الشرايين والأوردة والبرونكس والأعصاب وغيرها. زين، يقول لي هذا الفيزر البلورا الأعصاب اللي تغذيه هي أعصاب autonomic nerves تغذي، لذلك هو إذا صار أكو بي pain، صار أكو بي ألم، إحنا ما نحسه، دماغك ما يحس بالألم إذا كان موجود بالفيزر البلورا، لأن autonomic nerves تغذي. أوكي، عكس البارايتال. هسه من ناخذه البارايتال هو ما صاير لزق ويا اللانج. باعوا هسه هاي اللانج، هاي الفيزرال، هاي البارايتال. البارايتال ما صاير لزق ويا اللانج، أكو بينها وبين اللانج أكو كافيتي، لكن هي تبطن لي الثوراسيك وول. تمام، تبطن الثوراسيك وول، فش دي يقول لي؟ أو تبطن لي البولمونري كافيتيز، لاينز ذا بولمونري كافيتيز أو لاينز ذا ثوراسيك وول، ماكو مشكلة. يقول لي أثناء الجراحة، العمليات الجراحية وأثناء تشريح الجثث الكادفر دايسكشن، البارايتال بلورا عادي أقدر أوخرها، maybe ممكن إنه أفصلها separated from the surface it covers، أقدر أفصلها عن السيرفيس اللي هي تغطيها، سهل، مو مثل الفيزرال. الفيزرال شيء ما أقدر أوخرها من اللانج أثناء الكادفر دايسكشن. أوكي، إذن هاي مقارنات. بعد أكو نقطة إنه البارايتال بلورا تكون أسمك، تكون سميكة، تكون thicker than the visceral بلورا. تمام، أسمك من عندها. كذلك هنا يرجع يقول لي البارايتال بلورا راح يستمر ويا الفيزرال بلورا and the hilum of the lung where the root of the lung enter and leave the lung. أرجع أشرح لكم إياها. هاي الفيزرال، هاي البارايتال منها أجت راح تبدي تستمر ويا الفيزرال بمنطقة الهايلم اللي هي راح تدخل من عندها وتخرج من عندها الروت of the lung اللي هي الشرايين والأوردة وغيرها. فهنا دي يقول لي باعوا، دي يقول لي هذا البارايتال بلورا دي يتغذى بسوماتيك نيرف، يعني أعصاب جسمية سوماتيك، يعني مو أوتونوميك، سوماتيك عكس الأوتونوميك، لذلك إذا صار أكو بين يكون سنسيتيف للبين هو، يعني إذا صار أكو بألم دماغك يحس بالألم. تمام، يحس بالألم مالته لأن دي يتغذى بأعصاب شنو؟ سوماتيك. فإذا هاي مقارنات بين البارايتال بلورا، بين البارايتال والفيزرال بلورا. طبعا الفيزرال بلورا ما بي بارتس، هو عبارة عن جزء واحد يغطي اللانج، لكن الفيزرال البارايتال بلورا اكو بي شنو؟ اكو بي بارتس. تعالوا خلينا ندرس البارتس مالته على البرنامج. هسه باعوا هاي شنو؟ هاي لانكس، ده تشوفون هاي اللانكس، خلينا ناخذ لانج وحده، خلينا ناخذ لانج وحده، باعوا عوف الدايف او عوف. اوكي، الدايف رام موجود، خلي هسه هاي اللي هاي شنو؟ هاي البنفسجيه، هاي اللانج، ده تشوفون هذا السيرفيس اللي هسه انا دا باوع له، هذا السيرفيس هنا، هذا اسمه كوستال سيرفيس، لان من برا هو ريليتد للمن للربس للاضلاع. هذا كله، هذا اللي يفتر كل الحد هنا، الحد هنا تقريبا، هذا كله كوستال سيرفيس، يصير دائري يفتر هيك منا الحد هنا. هذا السيرفيس اللي بناه بهاي الصفحه اللي يصير لي جوه للداخل باتجاه القلب، القلب هنا يقعد، هذا لين صاير على الميدياستاينوم اللي هو السنترال كومبارتمنت مال الثوراكس. فهذا السيرفيس يسمونه ميدياستاينال سيرفيس اوف لانج. هسه كم سيرفيس صار عندي؟ هذا ميدياستاينال، هذا اللي نباوع له، هذا هنا، هذا كوستال ودي يستمر هيك كوستال لحد هنا. السيرفيس الجواني اذا هذا الدايفرام اوخره، باعه وخرت الدايفرام، دي تشوفون هذا السيرفيس هنا اللي يصير لي جوه، اللي يصير فوق الدايفرام، هذا يسمونه دايفراجماتيك سيرفيس. الدايفرام الحجاب الحاجز، فيسمونه دايفراجماتيك سيرفيس. اذا عندي كوستال سيرفيس، وعندي هنا ميدياستاينال سيرفيس، وعندي دايفراجماتيك سيرفيس. خلينا نراجع الدايفرام لان نحتاجه هسه. اوكي، هسه عرفنا السيرفيس مال اللانج، وبالاضافه انه هذا الجزء من اللانج هنا فوق يسمونه ابيكس اوف ذا لانج، وهذا يوصل للركبه، يدخل بالنك. تمام، يدخل بالركبه بالنك. هسه هذا كان بس لانج، هنا ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ لانج، تشوفون هذا الغشاء الابيض الشفاف اللي يحيط باللانج، هذا البلورا. تمام، باعوا البلورا، البارايتال بلورا اللي تغطي لي، اللي تغطي لي الكوستال سيرفيس، كوستال سيرفيس لحد هنا. البارايتال بلورا اللي يغطي الكوستال سيرفيس يسمونه كوستال بلورا. حلو، حلو، زين، هاي من هي اللي غطت الكوستال سيرفيس؟ البارايتال بلورا اللي غطت لي المدياستاينال سيرفيس مال اللانج اسميها مدياستاينال بلورا.
بارايتال بلورا شرط مو فيزرال، الفيزرال هو جزء واحد. اذا اوخر الدايافرام هنا الجزء اللي يصير جوه بارايتال بلورا اذا تغطي لي هاي المنطقه اللي هي دايافراغماتيك سيرفيس مال اللانج اسميها دايافراغماتيك بلورا. زين بعدك وحده بقت، احنا مو قلنا هذا الجزء هنا، هذا الجزء اسمه ابيكس اوف ذا لانج وموجود بالنك، هذا البلورا وهاي البلورا هنا البارايتال بلورا اللي موجوده هنا اسميها سيرفايكال بلورا. سيرفايكال يعني طابه للرقبه، سيرفايكال يعني لها علاقه بالرقبه بالنك، فلين هي طابه بالرقبه عبر الضلع الاول واصله لمنطقه الرقبه يسموها سيرفايكال بلورا. باعوا ده يقول لي the parietal pleura is consist of four part. تمام. costal surface، الكوستال surface هو شنو هو؟ هو يغطي لي الانترنال سيرفيس مال الثوراسيك وول، مثل ما قلت لكم هنا تقعد الاضلاع، الاضلاع هي تقعد من هنا والثوراسيك وول كله يقعد هنا. تمام. باعوا هنا شلون قاعدات الاضلاع وبيناتن السبيسز مالتن اللي راح تكون بين عضلات. فالبلورا اللي صايره هنا هي جوه هاي البلورا هنا كلها، وحتى من نفتر شويه من نفتر هاي الفره كلها لحد هنا هاي كلها، هاي شو يسموها؟ يسموها كوستال بلورا، لان هي المن تسوي تغطي السيرفيس الداخلي مال الثوراسيك وول، بس هي مفصوله عن الثوراسيك وول، عن الانترنال سيرفيس مال الثوراسيك وول بشيء اسمه اندو ثوراسيك فيش اخذناه، قلنا هو هذا يبطن الثوراسيك وول من جوه، فهو راح يفصل بين الثوراسيك وول والبارايتال بلورا الكوستال بارايتال بلورا. اوكي زين. الجزء الثاني اللي هو المدياستاينال بلورا اللي هو شو يسوي لي؟ يغطي لي اللاترال اسبكت مال المدياستاينم، او يغطي لي المدياستاينال سيرفيس مال اللانك، ماكو مشكله. زين. الدايافراغماتيك بلورا هو كان شو يسوي؟ دايافراغماتيك بلورا باعوا. الدايافراغماتيك بلورا موجوده هنا من اوخر هذا الدايافرام راح القاها. فهي تتغطي لي الدايافرام من فوق، هاي البارايتال بلورا اللي اسمها دايافراغماتيك بلورا تتغطي الدايافرام من فوق، فايش دا يقول هنا؟ دا يقول لي كفرز ذا سوبيريور سيرفيس اوف دايافرام، بس هو مفصول عن الدايافرام بشغله او مربوط بالدايافرام بشغله. اكو شيء اسمه فرينيكو بلورال فيشيا، فرينيكو يعني دايافرام، بلورال يعني بلورا، فهو يربط البلورا بالدايافرام. اذا هو عباره عن شنو؟ عباره عن ثين الاستيك بارت من الاندوثوراسيك فيشيا، هو بارت من الاندوثوراسيك فيشيا العفو، يربط الدايافراغماتيك بلورا اللي حكينا عليها يربطها ويا الماسكولار فايبرز مالت الدايافرام على مود يتشلب بيها. تمام. زين هسه راح نشوف بالصور. السيرفايكال بلورا هي تغطي لي الابيكس مالت اللانج، قمه اللانج. اوكي اوكي باعوا. هسه قبل لا نطب بهاي خل نجي نشوف ذني باعوا. هذا الجزء من البارايتال بلورا هذا اسمه كوستال بارت، كوستال بلورا. شوفوا هو مفصول عن الثوراسيك وول عن طريق هذا المنقط، هذا المنقط بالاحمر اسمه اندوثوراسيك فيشي. تمام. هذا الجزء هنا الاخضر اسمه شنو؟ اسمه دايافراغماتيك بارت، جزء من البارايتال بلورا، وهذا الدايافرام، واكو بيناتهم شنو هذا او منا موجود شنو اسمه؟ اسمه فرينيكو بلورال فيشيا، بارت من الاندوثوراسيك فيشيا. زين هذا هو المدياستاينال سيرفيس، المدياستاينال بلورا، هذا المدياستاينال بلورا. شوفوا المدياستاينال بلورا هو الجزء من البلورا اللي يسوي كونتينيويشن ويا الفيزرال، المدياستاينال بلورا هو جزء البارايتال بلورا اللي يسوي كونتينيويشن ويا الفيزرال. تمام. وهذا هنا هو السيرفايكال بلورا. زين طبعا السيرفايكال بلورا بالحقيقه لو نجي نباوع له هذا السيرفايكال بلورا هو مو جزء مفصول، وانما هو كونتينيو اساي، مو المدياستاينال بلورا هنا هو السوبرير كونتينيويشن مالها والسوبرير كونتينيويشن مالت الكوستال بلورا. تمام. ملتقين لي فوق مكونين لي هذا لين يغطي الابيكس ولين يكون موجود بالسيرفايكال ريجن او بالرقبه.
اطلق عليه اسم سيرفايكال بلورا. اوكي زين. إذن هو superior continuation of the costal and the mediastinal part of parietal pleura. هو دي يكون اللي شنو هو؟ باعوا هاي الصورة احنا ماخذينهن تذكروهن. هذا الأبيكس apex of the lung. وهذا cervical pleura دي يصير فوق اللانج. إذن ده هو دي يسوي لي مثل القبعة فوق اللانج. Form a cup-like dam. يسمونه pleural copula. عندي اسم ثاني هذا cervical pleura. يسمونه pleural copula. فوق الأبيكس apex مال اللانج. طبعا هذا يوصل سنتيمترين ونص سوبيريال للليفل مال ميديال ثيرد مال الكلافيكل. باعوا هسه هذا مو الكلافيكل هنا هذا الميديال ثيرد مالته. هذا السيرفايكال بلورا توصل سنتيمترين ونص لفوق تعبر الكلافيكل يعني زين على ليفل النك مال الضلع الاول زين. اخذنا السوبرا بلورال ميمبرين بالملزمه الاولى قلنا هو منين شنو هو قلنا اتاتش للانترنال بوردر مالت الضلع الاول وللترانسفيرس بروسيس مال سي 7 تذكرون هاي من قلنا عليها هيك هاي قلنا شو تسوي قلنا هاي كروزد اكو هاي الممبرين نفسه قلنا هو كروزد بالسب كليفيان ارتري يعني مع يعني اكو فد شيء عبره اكو شغلات صايره فوقها اللي هم سب كليفيان فيزل ارتري وفين والسوبرا بلورال ممبرين نفسه قلنا يغطي لي شغلات اللي هم الابيكس مال لانج والسيرفايكال بلورا. فايش دي يقول لي هنا؟ دي يقول لي هاي السيرفايكال بلورا رينفورسد يعني دا اقويها بممبرين صاير فوقها اسمه سوبرا بلورال ممبرين. وهذا هم من عباره عن اكستنشن امتداد للاندوثوراسيك فيشيا. وهو يشلب بالانترنال بوردر مال الضلع الاول وبالترانسفيرس بروسس مال سي 7. احنا هذه حاكينا هذا الحكي قبل. تمام؟ اوكي اوكي. زين هسه عرفنا البارتس مالت البارايتال بلورا باربع بارتس وعرفنا كل وحده بتفاصيلها زين. احنا اخذنا قبل شوي قلنا الفيزرال بلورا تغذيها اعصاب اوتونوميك. هاي الاوتونوميك منين جايه؟ اوتونوميك نيرفز. بيقول لي هي نفس هالاعصاب اللي تغذي اللانج. اللانج هي فيزرا يعني احشاء والاحشاء تغذيها اوتونوميك نيرفز الجهاز العصبي الذاتي سمباثيتك وباراسمباثيتك. تمام. فشنو هو؟ فنفس الأعصاب اللي تغذي اللانج سواء حتى الأفرنت والإفرنت يعني الموتور والسنسري الفيزرال بلورا يغذيها نفس الأعصاب اللي تغذي اللانج اللي هي أوتونوميك نيرفز. لذلك البين ما أحسه من الفيزرال. بينما البارايتال بلورا لا دي تغذي سوماتيك نيرفز أعصاب شنو؟ أعصاب جسدية وليس ذاتية. بس أكو تفصيل بيها يعني مثلا الكوستال بلورا الكوستال بارت والديافراغماتيك بارت مو كله بس الجزء المحيطي من عنده. شنو الجزء المحيطي؟ هسه هو ليه صاير مثل دائرة؟ باعوا صاير مثل دائرة. هذا هنا الديافراغماتيك بلورا هيك. الجزء المحيطي من عندها يعني هاي العفو مو هاي كلها لا هذا الجزء تقريبا هذا الجزء اللي يصير هنا أنا. هذا الجزء تغذيه الانتركوستال نيرفز زين. بينما الجزء اللي بالنص يغذيه فرينك نيرف. باعوا يقول لي انه الكوستال بلورا والجزء المحيطي من الدافراغماتيك بلورا يغذيهم الانتركوستال نيرفز اللي هي نفس الاعصاب اللي تغذي لي جدار الصدر. المدياستاينال بلورا اللي هي صار للداخل والجزء المركزي السنترال من الدافراغماتيك بلورا تغذيهم منه الفرينك نيرفز اللي هي الاعصاب موجوده داخل المدياستانم بعدين ندرسها. تمام. تنزل من الرقبه وتوصل لمنطقه المدياستانم وتغذي لي المدياستانال بلورا اللي هو يكون ريليتد للمدياستانم يكون دي يغطي لي اللاترال اسبيكت مال المدياستانم. فهاي الفرينك نيرفز تكون قريبه عليه فتغذيه. هي من اسمها اصلا فرينك نيرفز يعني دايافرام لها علاقه بالدايافرام. هي من تروح تغذي الدايافرام باعوا الفرنك نيرف منين يجي باعوا الفرنك نيرف خلي ارسمكم اياه يجي منا يمشي هيك وبعدين يطب هنا جوه. تمام. يتوزع على مود يغذي الدايافرام. فهنا اثناء ما هو يفوت هنا يغذي لي هذا الميدياستانال بارت ومن يطب جوه يغذي لي الدايافراغماتيك بارت مال البلورا بس الجزء المركزي من عنده بس زين. بلورال ريفلكشن باعوا تشوفون هسه هاي منو؟ هاي الكوستال بلورا هاي مدياستانال بلورا
بس هم بالحقيقة مستمرين هسه بهاي بهذا المكان. ايش يصير هنا بهذا المكان؟ يصير الترانزيشن، يصير الانتقال بهذا المكان، يصير الانتقال انه هاي الكوستال بلورا مجه منها تجي منها وتلوف، تصير شنو؟ تصير مدياستانا البلورا، يصير ريفلكشن يعني لوفه، تمام؟ يعني طعجه. هاي شو يسموها؟ لان هنا قريبه على الاسترنم، الاسترنم هنا قاعد عظم القص، يسموها استيرنال ريفلكشن، استيرنال ريفلكشن. باو بالجهه الخلفيه نفس الشيء. هسه هاي مو كوستال بلورا وهاي منها مدياستانا البلورا، بهذا المكان ده يصير الترانزيشن، يعني يجي الكوستال بلورا هنا يلوف يصير مدياستانا. فإذا أكو ريفلكشن، أكو طعجة، شنو أسميها؟ لأن هنا صار يم العمود الفقري، الفقرات هنا قاعدة، فيسموها vertebral reflection أو posterior reflection، تمام؟ زين، أكو بعد شغلة، خلينا نأخذ الدايفرام، دي تشوفون هسه هنا، هاي من هي؟ هاي diaphragmatic pleura، هاي الكوستال بلورا هنا، هنا هم أكو طعجة بهذا المكان الترانزيشن يصير، يجي باوع، يجي الكوستال منا وينطعج ويصير شنو؟ يلوف، يصير برايت، يصير دايفراغماتيك. فهاي هذا الخط كله او هذا الرفلكشن كله من هنا، لان الكوستال هيك مستمر بكل الاطراف، هو دا يعبر دا يسوي لوفه ويطب يصير دايفراغماتيك. هذا الاحمر كله، هذا الاحمر كله هنا رفلكشن طعجه، يسموها كوستال رفلكشن، لان صايره مثل الفره مال الضلع، نفس التقوس مال الضلع، يسموها كوستال رفلكشن. باعوا اذا هسه انا قلت لكم اياها، راح بس اقراهن. الاسترنال ريفلكشن هي الكوستال بلورا اذا تستمر ويا المدياستانا البلورا بس من الجهه الاماميه. الفيرتبرال ريفلكشن الكوستال بلورا تستمر ويا المدياستانا البلورا بس من الجهه الخلفيه. الكوستال ريفلكشن الكوستال بلورا اذا تستمر ويا الدايافراغماتيك بلورا اكيد من الجهه السفليه او الانفيريورلي. اوكي؟ اوكي. زين. هاي الرفلكشن او هاي الخطوط اقدر ارسمها من برا على الجلد، احتاجها بامور يعني بعدين بالطوارئ او من اسوي عمليه جراحيه احتاج هذا الشيء. فشلون ارسمها؟ باو هسه الاسترنال رفلكشن، الاسترنال رفلكشن تقريبا هذا مكانه. شلون اذا اريد ارسمه شلون؟ اخلي مجموعه نقاط على الجلد، على الجلد مال المريض او على الجلد مال الشخص اللي اريد ارسم له، واجر خط بيناتهم. اول نقطه اخليها اخذ الميديال ثيرد مالت الكلافيكل، اصعد سنتيمترين ونص تقريبا او ثلاثه فوق الكلافيكل، اخلي نقطه، ها خليت نقطه. اجي على الاسترنو كلافيكولر جوينت اخلي نقطه، هاي سواء بالرايت او بالليفت. اوكي، وراها اجي على هذا المانوبريو استرنال جوينت او جنكشن او يسمونه استرنال انجل، اخلي بيه نقطه سواء رايت او ليفت، تمام؟ سواء رايت او ليفت اخلي نقطه. انزل بنص البودي مالت الميديا مالت الاسترنم على مستوى الكوستال كارتريج رقم 4، هسه هذا 1 هذا 2 هذا 3 هذا 4، على مستوى الرابع وبالنص اخلي نقطه سواء رايت او ليفت. وراها النقطه اللي وراها الرايت والليفت يختلفون، اذا بجهه الرايت اخلي نقطه بالزي في استرنال جنكشن، اذا بالليفت لا اخلي نقطه بالكوستال كارتريج رقم 6، تمام؟ خلصت الاسترنال انجل، الاسترنال ريفلكشن. فدي يقول لي ذا لاين اوف بلورال ريفلكشن، هاي البلورال ريفلكشن اللي حكيناها قبل شويه فوق الثلاث انواع. اللاين مالتهم ممكن ارسمه، ممكن ارسمهم على السيرفيس مال الثوراسيك وول كالاتي. اللاين مالت الاسترنال انجل هو عباره عن مجموعه من النقاط، اول نقطه هي نقطه سنتيمترين ونص فوق الميديال ثيرد مال الكلافيكل خليناها، ونقطه بالاسترنو كلافيكولر جوينت، ونقطة بالاسترنال انجل بالميد بوينت مالته، وبالميد بوينت مالت البادي مال الاسترنم على الليفل مال كوستال كارتلج الرابع. بعدين اذا بجهة الرايت اخلي بالميد بوينت مال زي في استرنال جنكشن، واذا بالليفت سايد اخلي بوينت بالكوستال كارتلج السادس، هاي قبل شوي قلت لكم اياها ذني، خلينا على النقاط. زين، خلي نروح على الكوستال ريفليكشن، الكوستال ريفليكشن اللي هو هيش راح يصير يفتر، معه؟ هيش راح يصير يفتر ويا الاضلاع. شلون راح ارسمه؟ اول شيء اجي على النهايه، اجي على النهايه مال الاسترنال ريفلكشن نفسها، وبعدين اجي الميد كلافيكولر لاين
لازم نتعرف عليه هسه. باو هسه هذا مو الكلافيكل من نال هنا، الميد بوينت مالته تقريبا هنا. اذا نسحب خط عمودي هذه يسمونه ميد كلافيكولر لاين، فدي يقول لي انت حط لي نقطه على الضلع الثامن، بس حط لي اياها بالميد كلافيكولر لاين. هسه هذا السابع هذا الثامن، بالمصادفه اجى مو ضلع اجى كوستال كارتليج، بس بالميد كلافيكولر لاين. اوكي، وبعدين لازم نفر، هسه نفر الثوراسيك كيج. يقول لي وراها بالميد اكزيلري لاين حط لي نقطه. الميد اكزيلري لاين هسه ما اقدر نشوفه، لازم باو لاترالي، بس هو ناصي تقريبا هذا مكانه. بيا ضلع يقول لي حط لي بالضلع العاشر، حط لي نقطه بالضلع العاشر على الميد اكزيلري لاين. هذا ال 12 هذا 11 هذا 10، حطيت نقطه. وراها يقول لي حط لي نقطه على الضلع ال 12 سنتيمترين لاترال من الفيرتبرال كولومن، تقيس هنا سنتيمترين وتخلي نقطه. زين هاي كملت. باو خلينا نقراها. النهايه مالت الاستيرنال ريفلكشن نفسها، يعني اخر نقطه بالاستيرنال ريفلكشن، وراها اخلي نقطه على الضلع الثامن بالميد كلافيكولر لاين، ونقطه على الضلع العاشر بالميد اكزيلري لاين، ونقطه على 12 لاترال للفيرتبرال سباين رقم 12، او نقدر نقول لاترال للعمود الفقري بشكل عام يعني. زين هسه اريد اخطط الفيرتبرال ريفلكشن اللي هو هذا هيج. شلون اخططه؟ اجي النهايه نفسها هاي مو هنا وصلت، طبعا لازم اروح هيج شويه وبعدين اصعد اصعد لي فوق، اصعد صعود طبيعي فيرتيكال لحد ما اوصل لهاي النقطه نفسها. بس هنا هاي النقطه وصفها راح يختلف. هنا ايش راح نسميها؟ راح نقول نقطه لاترال سنتيمترين للفقره السابعه او للسباين مال الفقره السابعه اللي هنا ما موجوده. تمام، فدي يقول لي نفس هالنهايه مالت الكوستال ريفلكشن اللي كملناها اللي هي هنا، وراها نصعد اسيند اب لحد ما نوصل نقطه سنتيمترين لاترال للسباين مال الفرتبرال العنقيه السابعه. هاي اللاينز تحفظوهن لان يحبوهن بالاسيات، يجيبوهن كاسي. يقول لك انطيني اللاينر سيرفيس اناتومي مالت البلورا، تذكر له هاي الريفلكشن ثلاثتهن كل واحده والنقاط مالتها. اوكي زين، هسه نجي على البلورال كافيتي. البلورال كافيتي، البلورال كافيتي قلنا هو عباره عن السبيس الموجود بين البارايتال والفيزرال بلورا. اوكي اوكي، هذا هنا هذا مو فيزرال، هذا بارايتال، هذا السبيس بيناتهم اسميه بلورال كافيتي. هذا البلورال كافيتي شنو اكو بيه؟ اكو بيه ثين فيلم اوف فلويد، ثين فيلم اوف فلويد كونتين نورمالي ثين فيلم اوف فلويد، ايش يعني سائل كلش قليل. زين باوعه يقول لي لانه اللانج ما يعني باوعه، الفكره شنو هو؟ الفكره اني انه اللانج مالتي هسه من تجي تطعج البلورا ما تطعجها للاخير، اكو شغلات بالنهايه هنا يبقى موجودات، يعني يبقى فراغ بالبلورال كافيتي، اللانج ما يطعج للاخير. فايش دا يقول لي هنا؟ دا يقول لي لانه اللانج because the lung doesn't fully occupy the pulmonary cavity حتى اثناء انه اخذ نفس كلش قوي، حتى اثناء الشهيق. تمام، هذا يقول لي respiration اثناء التنفس، لذلك اكو recesses اكو فراغات تطلع، يعني فراغ كبير يطلع بالثوراسك بالبلورال كافيتي، لان البلورال كافيتي هو عباره عن فراغ كلش بسيط كلش قليل. تمام، لكن تطلع بيه من الجهه السفليه تطلع بيه رسسز، يعني فراغات شوية كبيرة. تمام، فأكو واحد باعه هنا، دا تشوفون هذا الفراغ هنا، باعه دا تشوفون هذا الفراغ هنا هيج، هذا شنو اسمه؟ هذا صاير بين الكوستال بلورا وبين منو؟ وبين الديافراغماتيك بلورا. فش اسميه؟ اسميه كوستو ديافراغماتيك رسز، صاير بالضبط بالمكان مال الكوستال ريفلكشن. تمام زين، هذا يفيدني بعدين بتطبيق كلينيكال. هنا بين الكوستال وبين المدياستاينال، باعوا بين الكوستال وبين المدياستاينال ايضا هنا اكو رسز، شو اسميه؟ اسميه كوستو مدياستاينال رسز، بس هنا الرايت الرايت يكون او العفو الليفت يكون اكبر من الرايت. ليش؟ لان الرئه اليسرى اصغر من الرئه اليمنى، بينما البلورا تقريبا نفس الشيء، تقريبا اكو ايضا اكو صغر بالموضوع بالليفت، لكن انه اللانج اليسرى تكون صغيره كلش يعني،
بحيث هنا هذا الرسل شايفين هذا الزيادة هنا؟ هاي ما بيها لانج، ما بيها لانج تشو، يسموها كوستو ميدياستانال رسس. لو نجي نوخر هذه هسه عمود انباع زين، راح نشوف هنا هذه الكوستال بلورا، هاي المدياسان البلورا او هنا صاير عباره. فهذا الرسز هنا يعني هي بلورا بس ما طاب هاللانج، اذا تشوفون هي بلورا، هذا الشفاف بلورا هي، بس اللانج ما طابه ما واصله. فلذلك الرسز اللي بالجهه اليسرى يكون اكثر، اللي دا اقصد هنا الكوستو ميدياستانال. اوكي، طبعا هذا وين موجود؟ احنا قلنا بين الكوستال وبين الميدياستانال ومن الجهه الاماميه، يعني موجود بالاسترنال ريفلكشن. اوكي، مال البلورا. فدي يقول لي اول واحد عندي الكوستو دايفراجماتيك رسز اللي موجود بالكوستال ريفلكشن، باعوا هاي ايش سويت هنا بهاي الصوره؟ باوعت للدايفرام من فوق، بس اكو شغلات من البلورا باقي. تشوفون هاي الكوستال بلورا وهاي الدايفراجماتيك بلورا، هاي الكوستال بلورا طابه جوا وبعدين مفتره وصاعده لي فوق، طابه هيك لي جوا وبعدين مفتره وصاعده لي فوق. فهذا هو مكان شنو؟ باعوا هنا اني كاتبه النانة. هذا بالضبط مكان الكوستال ريفليكشن، وبنفس الوقت هذا الوادي هنا او الرسز او هذا الكافيتي اسميه كوستو دايفراجماتيك رسز. اوكي زين، اما الكوستو ميدياستانال رسز وين صاير؟ باعوا هسه هاي الكوستال بلورا هنا، ومنها راح تجي تنطعج وتفتر تصير ميدياستانال بلورا. تشوفون هذا المكان هنا باقي، هذا السبيس او هذا الرسس، هذا اسمه كوستو ميدياستاينال، كوستو ميدياستاينال رسس. اذا موجود بالاسترنال انجل، عفوا بالاسترنال ريفلكشن، هذا الاسترنال ريفلكشن هنا من يفتر الكوستال بلورا يصير ميدياستاينال بلورا بالجهه الاماميه. بس يقول انه الليفت رسس يعني مالت الرئه اليسرى يكون اكبر، او مالت البلورا اليسرى يكون اكبر، وشرحت لكم ليش. زين، اكو شغلات كلينيكال كورليشن تخص البلورال كافيتي. يقول لي هسه احنا البلورال كافيتي بالنورمالي، بالنورمالي قلنا كونتين نورمالي، نورمالي اكو بيها ثن فيلم اوف فلويد، هيك شريط من السائل، يعني السائل كلش خفيف، ثن خفيف. لكن هذا الكافيتي مرات بشكل اب نورمالي تتراكم بيها شغلات، مثلا يتراكم بيها هواء، تمام، كولكشن تراكم الهواء بالبلورال كافيتي. هاي الحاله اسميها نيومو ثوراكس، نيومو يعني هواء، ثوراكس يعني هنا يقصد البلورا، تمام؟ زين، يعني البلورا هي شيء كبير بالثوراكس فحمل اسم الثوراكس كله. إذا تراكم البلد بالبلورال كافيتي، كولكشن اوف بلد بالبلورال كافيتي، راح أسميه هيمو ثوراكس، هيمو يعني دم، تمام؟ نيومو يعني شنو؟ يعني هواء. زين، إذا تراكم سائل، ما عدا السائل الأصلي الموجود الثين فيلم اوف فلويد، لا، تراكم سائل زايد. collection of fluid بالبلورال كافيتي، هذا يسمونه بلورال افيوجن. اوكي، بلورال افيوجن. اذا تراكم بس، بس يعني جراحه، يعني دم وخلايا وما ادري شنو بجراحه، يعني تراكم البس بالبلورال كافيتي، هاي الحاله اسميها امبيما. شو اسميها؟ امبيما. هسه احنا اليوم راح نشرح شغلتين، راح نشرح النيوموثوراكس ونشرح البلورال افيوجن. النيوموثوراكس شنو هي؟ هي عبارة عن كولكشن الهواء بالبلورال كافيتي. باعوا شلون ممكن تصير هاي؟ تشوفون هنا باعوا هاي من هي؟ هاي الزيفويد بروسيس، هاي الزيفويد بروسيس. هاي شنو هي؟ هاي كوستال كارتريج، كوستال كارتريج مال منو؟ مال الأضلاع. فهاي أسميها كوستو، وهذا شنو اسمه؟ اسمه زيفويد. أوكي، تشوفون هذا المثلث هنا او الزاويه اللي هي بالحقيقه هنا صايره هسه، هذا الزيفويد بروسس وهذا الكارتريج، اسمي هذا الزاويه اسميها كوستو زيفويد انجل، كوستو زيفويد انجل. فاذا هذا انجل، تشوفون انه هذا الانجل اكو بيه بلورا. احنا من رسمنا البلورا، من رسمنا اللاين مالها، اللاين فات هنا. يقول لك اثناء ما انت تسوي جراحه للليفر، الليفر يقعد هنا، هذا كل المكان يقعد به الليفر تقريبا، من ندرس ابدومن راح تشوفونه. يقول لك اذا سويت انسجن، شقيت من هنا، شقيت بالمشرط مالتك هنا، ممكن بالضبط بهاي الزاويه
وبالجهة اليمنى شرط مو بالجهة اليسرى، لأن بالجهة اليسرى البلورة ما فاتت، البلورة فاتت بمكان أعلى، فبالجهة اليمنى خطرة. بالجهة اليمنى إذا بهاي المنطقة بهذا الأنجل شخطت بالمشرط مالتك وضربت البلورة، البلورة انفتحت، ترى تضرب البارايتال بلورة، مو صحيح؟ البارايتال بلورة من ضربتها أنت فتحت البلورال كافيتي للمحيط الخارجي، تمام؟ فالهواء مالت المحيط، الهواء الموجود دائر مدايرنا قام يطب جوا بالبلورال كافيتي، فصار عندي، صار عندي نيومو ثوراكس اللي هو كولكشن الهواء بالبلورال كافيتي. فايش دي يقول لي هنا باعو؟ دي يقول لي اثناء الجراحه مالت الليفر، اثناء العمليات الجراحيه الليفر سيرجري، اذا سويت انسجن يعني شقيت بالمشرط جوا الكوستال مارجن بالضبط بالرايت كوستوزيفويد انجل، هاي شوفتكم اياها، ممكن ينفتح البلورال كافيتي وبالتالي يصير عندي شنو؟ نيومو ثوراكس. أوكو مكان ثاني ممكن يصير بهاي الحالة. تشوفون هنا؟ تشوفون هاي العمود، هذا العمود الفقري وهذا الضلع ال 12. هنا همينة متكونة زاوية. شنو اسمها؟ اسمها كوستو فيرتبرال. مو كوستو زيفويد. كوستو فيرتبرال. هنا منو قاعد هنا؟ هنا قاعدة الكلية، الكدني قاعدة، سواء بجهة الرايت أو الليفت هاي المرة. الكدني قاعدة هنا. كدني قاعد هنا. فأني إذا أريد أسوي في عملية جراحية بالظهر أريد أوصل للكدني وشخطت هنا جوا الضلع ال 12 بالضبط بالأنجل، ممكن أضرب البلورا لأن البلورا فايتة هنا، البلورا فايتة هنا، فممكن أضرب البلورا وأفتح البلورا الكافيتي يصير عندي نيوموثوراكس. فدي يقول لي أثناء الرينال سيرجري، رينال يعني كلية، تمام؟ الإنسجن الشقة أو اللي بالمشرط إذا سويتها بالكوستو فيرتبرال أنجلز، يعني الأنجلز جمع يعني رايت وليفت، ممكن ينفتح البلورال كافيتي ويصير عندي شنو؟ نيوموثوراكس. اوكي اوكي زين، هاي النيوموثوراكس. البلورال افيوجن شنو هو؟ احنا قلنا هو عباره عن كولكشن فلويد بالبلورال كافيتي. زين هذا الفلويد اكيد يتاثر بالجاذبيه، صح لو مو صح؟ فلما الشخص يكون واقف على حيله، شنو هي انصى نقطه؟ شنو هي انصى نقطه بالبلورال كافيتي؟ انصى نقطة هي هاي المنطقة اللي سميناها شنو؟ سميناها كوستو دايفراغماتيك راسز. اوكي؟ فدي يقول لي البلورال افيوجن تتراكم، تتراكم كولكت بالكوستو دايفراغماتيك راسز لما البيشنت يكون واقف ابرايت بوزيشن. لذلك انا من اجي اخذ له اكس راي، من اجي اخذ له اكس راي، طبعا بالاكس راي الهواء يطلع اسود، الهواء يطلع اسود، لذلك هاي المنطقة طالعة سودة هنا لان لانج، لانج مليان هواء فيطلع اسود بالاكس راي، بينما القلب هنا والاوعيه الدمويه هنا يطلعن بالابيض لان بيهن دم، بيهن سوائل، فالسائل يطلع ابيض والهواء يطلع اسود بالاكس راي، تمام؟ يقول لي بالاكس راي اذا باوعت ولقيت هذا الكوستو دايفراغماتيك موجود، يعني مو يعني لقيته اسود، اذا هو بيه هواء، اذا طبيعي ما عنده مشكله. اذا لقيته ما موجود اكو شيء ابيض هنا، اذا شنو عنده؟ عند بلورال افيوجن، ومرات البلورال افيوجن يصير كلش هواي بحيث يملي هاي المنطقه كلها. فده يقول لي ابسنس اوف كوستو دايفراغماتيك راسز، اذا ما موجود او لقيناه ابيض يعني، يعني ما موجود هذا المثلث هيج منه بالاكس راي، اذا اكو بلورال افيوجن. زين شلون اعالج البلورال افيوجن؟ هسه واحد عنده فلويد بالبلورال كافيتي مالته، ما يتعالج؟ اكيد يتعالج. شنو هي العمليه الجراحيه اللي استخدمها، او شنو هي الطريقه الجراحيه اللي من خلالها اسحب هذا الفلويد الزايد اللي موجود بالبلورال كافيتي؟ العمليه اسمها ثوراكو سندسز. راح اجيب فد نيدل ابره ادخلها بطريقه معينه راح ندرسها، اوصل للبلورال كافيتي اسحب الفلويد الزايد وفي ماله، تمام؟ اول شيء احنا لازم عندنا قاعده انه لما الشخص يكون بالابرايت بوزيشن، لما يكون طبعا هو الثوراكوسنتيسيس هو درينج، هو سحب الفلويد من البلورال كافيتي. زين اول شيء الفلويد احنا نعرف، نريد نعرف مكانه هو وين متراكم على مود نسحبه. اول شيء البيشنت نخليه شنو؟ نخليه واقف او قاعد على حيله، تمام؟ فهنا هذا الفلويد اللي موجود داخل البلورا انترا بلورال فلويد راح يتراكم لي بالكوستو دايفراغماتيك راسز. اوكي؟ بالكوستو دايفراغماتيك راسز. ايش راح اسوي بعض؟ لو تجون هنا راح تلقون انه اني اخر شيء البلورا وصلت له بجهه الميد اكزيلري لاين وصلت للضلع العاشر، مو صحيح؟ قلنا للضلع العاشر؟
باكر من ندرس اللانج، من ندرس اللانج باكر او بالمحاضره الجايه من تدرسون اللانج، راح تشوفون ان اللانج بالميد اكزيلري لاين اخر شيء توصل للضلع الثامن. فمن الثامن للعاشر ما اكو لانج، نو لانج، ماكو رئه بس اكو بلوره. فاذا دخلت اوبرا بهاي المنطقه راح اوصل للبلورال كافيتي بدون ما اضرب اللانج. بس للامان اضرب جو الضلع التاسع بهاي المنطقه، فوق الضلع التاسع، مع انه ماكو لانج بس ممكن اللانج نازله، يعني ممكن يتنفس هو وتنزل اللانج مالته. فللامان اضرب جو الضلع التاسع. باعوا جو الضلع التاسع، يعني يا انتر كوستال سبيس، يعني الانتر كوستال سبيس التاسع. اذا دا اروح للانتر كوستال سبيس التاسع بالميد اكزيلري لاين، اثناء الاكسبيريشن اقول له لا تتنفس، اقول له اخذ زفير تمام، وادخل النيدل مالتي، نيدل از انسيرتد. باعوا هذا يا ضلع التاسع، هذا يا ضلع العاشر، اذا هذا السبيس هو السبيس التاسع. دخلت السرنجة مالتي او النيدل، دخلتها وين؟ بهذا السبيس. زين بعد اكو شغلات لازم ندير بالنا عليها. زين ليش دخلتها بهذا المكان؟ على مود اتجنب الانفيريور بوردر مالت اللانج، النهايه السفليه مالت اللانج، على مود ما اضربها. زين على مود ما اضرب الانتركوستال نيرف والفيزل اللي موجوده بين الاضلاع، وعلى مود ما اضرب الكولاترال برانش، شو اسوي؟ النيدل مالتي من اخليه بالسبيس، من ادخله بالانتركوستال سبيس، ما اخليه لا جوا الضلع الفوق ولا فوق الضلع الجوه، اخليه بالنص تقريبا، اخليه بالنص على مود لا اضرب المين سيت هذا ولا اضرب الكولاترال سيت، اخليه بالنص. زين خليتها بالنص. فدي يقول لي ذا نيدل از انسيرتد فوق الضلع بس شويه عالي، شوي يعني اخليه فوق الضلع الجوه بس شويه اعليه على مود لا اضرب الكولاترال فيزل او كولاترال يعني نيوروفاسكولايتر نيرفو فيزل. زين النيدل مالتي من اوجهها، من اوجهها اوجهها شويه لي فوق، انجلد ابورد. شوفوا شوفوا النيدل اني ما ذبيته، ما ذبيته هيجي، لا ذبيته هيجي. ليش؟ على مود اني من ادخل النيدل، النيدل مالتي ما يدخل للدايفرام ويدخل للليفر، مو يخترق للدايفرام ويروح للليفر ويسوي لي مشاكل. فشويه اوجهها او اعكسها او انجلد يعني لي فوق ابورد، على مود اتجنب انه اني اخترق الدايافراغماتيك بارايتر بلورا واخترق الدايافرام واوصل لمن؟ اوصل للليفر. هذا اذا اشتغل بالجهه اليمنى يعني. تمام؟ هذا الليفر باعه هنا. هذا الليفر. هذا هنا الدايافرام. وهاي الدايافراغماتيك بلورا هنا. اذا ضربت الابره مالتي بشكل يعني هيك عدل افقي، تقريبا ممكن راح اضرب هذني واوصل اطب لي جوا بالليفر. فشويه اوجهها ابورد. زين اذا هذا النيدل خليته بكل هاي يعني حققت بها هاي التفاصيل، فكوركتلي بليست، خليتها بشيء دخلتها بشكل صحيح، راح تخترق السكن والسكن تخترق السوبرفيشال فيشيا، وراها راح نبدي بالعضلات، راح تخترق الاكسترنال انتركوستال، انترنال انتركوستال، انر موست انتركوستال، وراها تجيها الاندوثوراسيك فيشيا، اوكي وراها يجيها الكوستال بارت مال بارايتال بلورا. هاي بارايتال بلورا عبارتها شنو يجي؟ يجيني البلورال كافيتي بالضبط، يا جزء من البلورال كافيتي الكوستو دايفراغماتيك رسز. باعوا اكسترنال انتركوستال اخترقناها، انترنال انتركوستال، انر موست انتركوستال، هنا الفيشيا موجوده الاندوثوراسيك، هاي البارايتال بلورال كوستال بارت من عندها دخلت بالرسز هذه، اسحب الفلويد واطلع النيدل مالتي وها هي ماكو بعد مشكله. تمام اوكي لهنا خلصت محاضرتنا، ان شاء الله اشوفكم بخير وعافيه.